السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدارس قرطاج الدولية تكملكم ما قد بدأته في مساق العلوم من وحدة الصوت، واليوم سنتطرق لدرس جديد في هذه الوحدة، وهو الدرس الأخير هذه الوحدة، الدرس الخامس. سنميز بين الصوت المرتفع والصوت المنخفض، ونستنتج سبب حدوث كلا الصوتين، ونصنف الأصوات إلى أصوات مرتفعة وأصوات منخفضة. بداية، هناك سؤال يراودني، برأيك يا صديقي، من هو أعلى صوت؟ صوت أخيك الكبير أم صوت أختك؟ رائع. ومن هو الصوت الأقل أو الصوت المنخفض بالنسبة للآخر؟ صوت التلفاز أم صوت الطائرة؟ ممتاز. اليوم سنتعرف ما هو الصوت المرتفع والصوت المنخفض. إلينا كلا الصورتان الآتيتان، دراجة نارية ودراجة هوائية. برأيك، من منها الصوت المنخفض؟ نعم، إنها الدراجة الهوائية. ومن هي أكثر صوتا وأعلى صوتا وتسبب إزعاجا؟ نعم، إنها الدراجة النارية. سنتعرف ما هو الصوت المرتفع والصوت المنخفض، ابقى معي يا عزيزي. لنقرأ سويا هذه العبارات. إن الصوت المرتفع ينتج عن اهتزازات كبيرة. تذكروا في الدرس الأول أننا أخذنا أن الصوت ينتج عن طريق الاهتزاز، مصدر الصوت هو الاهتزاز. عندما يحدث اهتزازات كبيرة 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 جدا، فإن الصوت يكون عالا ومرتفع جدا. ننقر هنا، الصوت المنخفض ينتج عن اهتزازات صغيرة، الصوت ينتج عن الاهتزاز. إذا حصل اهتزاز قليل فالصوت يكون منخفض، أما إذا حصل اهتزاز كبير فالصوت يكون مرتفع. ما رأيك بأن تعطيني مثال على صوت مرتفع؟ أنت رائع. وما رأيك أن تعطيني مثال على صوت منخفض؟ يا بطل، أنت ممتاز. لننظر هنا إلى هذا الجدول. إذا كان مقدار الاهتزاز كبير، أي أنه عال، يكون الصوت مرتفع أم منخفض؟ يا رائع، إنه صوت مرتفع. وعندما يكون الاهتزاز صغيرا، أي أنه قليل، ماذا يكون الصوت، مرتفع أم منخفض؟ أحسنت، يكون الصوت منخفضا. لنرى هنا، لدينا عدة أصوات نريد أن نميز بينها بأنها صوتها مرتفع أو صوتها منخفض. هيا بنا سنسحب الكلمة المناسبة. صوت الطائرة، هل هي صوتها مرتفع أم منخفض؟ أنت رائع. نصنف دائما المرتفع بأنه صوته مزعج أحيانا، أي أنه يزعج آذانا لأنه صوت عال جدا. صوت البيانو، فتاة تعزف على بيانو بشكل هادئ، هل هذا صوت مرتفع أم منخفض؟ نعم، صوت منخفض. صوت القطار، صوت مرتفع أم منخفض؟ نعم، مرتفع. وصوت العصفور الجميل، نعم، إنه صوت منخفض. كم أنتم رائعون، مجتهدون. لنرى هنا، يقوم بسؤالك، في أي الحالتين يصدر الباب صوتا مرتفعا؟ هل عند إغلاق الباب بقوة أم عند إغلاقه برفق؟ ما رأيك؟ نعم، عند إغلاقه بقوة يصدر اهتزاز كبير، لذلك يصدر صوتا مرتفعا. أنتم رائعون. قمنا اليوم بتقديم درس الصوت المرتفع والصوت المنخفض. ميزنا بين الصوت المرتفع والصوت المنخفض بأن الصوت المرتفع يكون اهتزازه كبير والصوت المنخفض يكون اهتزازه قليل. وميزنا الأصوات بين الأصوات المنخفضة والأصوات المرتفعة. لا تنسوا دائما الاستفادة والإفادة. جزاكم الله كل خير. كانت معكم المعلمة ياسمين أبو الغرير. إلى اللقاء.